أكادير أوفلا، أكادير بالأمازيغية تعني الحصن، وأوفلا يعني الأعلى، إذا فالتسمية تشير على الحصن الموجود في أعلى الجبل. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة مع ميدو. حنايا دابا متواجدين في قصبة أكادير أوفلا، غادي نشوفوا كيفاش ولات من بعد الترميم والإصلاحات، وغادي نشوفوا كذلك التليفيريك، وغادي نشوفوا الأثمنة ديالو. بقاو معنا حتى الاخر باش تكتشفوا جميع هاد الفيديو. ما تنساوش ديروا جيم وبارطاج وكومونتير باش تشجعونا نلوحوا فيديوهات اخرين فرجه ممتعه. قصبة اكادير اوفلا، هاد القصبه هادي بطبيعه الحال تتواجد في اكادير، فهي كانت معلمه تاريخيه، وكانت فيها في القديم كانت فيها مدينه، فيها المدينه القديمه، وتاثرت بالزلزال اللي كان وقع سنه 1960. إذن بعد الترميم وبعد الإصلاحات كما تشوفوا هنايا، هاد البنايات والسرطة ورا تترمم، يعني راه مبقاش بزاف، تقريبا 95% ديال الأشغال مبقى والو. عندنا هنا الجمال، كاين اللي تيركبوا في الجمال هنا، يعني صراحة واحد الشعور رائع جدا. هنا كاينين جمال اللي بياخد شي دورة يعني ويدور هذا ويشوف ويجرب، يعني تمن مناسب صراحة، شي حاجة مزيانة بزاف. وهنا الساحة هذه يعني كاينه بالحجار وبالخشب، صراحة واحد الديكور مزيان، كاين دريجات هنا صغار. وانتم تشوفوا هذا الديزاين هذا اللي صراحة شي حاجة، يا سلام، يعني الا كنتو هنا راه ما غاديش تسخاو، كاين بلايص زوينين. وهنايا ان شاء الله غادي يكونوا فيه قهاوي وغادي يكونوا مطاعم، يعني تكون شي حاجة معاصرة وتقليدية في نفس الوقت. وهنا غيكونوا مراحيض للعموم، صراحة شي حاجة مزيانة بزاف، يعني باقي ليهم بعض الإصلاحات، يعني الإنارة التزيين ها هي كتما باينة، يعني صراحة هادشي مخدوم مزيان، وكاين واحد الديكور اللي صراحة يا سلام، هانتوما كما تتشوفوا، يعني شي حاجة مزيانة، يعني تتخليك تحس براسك في واحد الجو آخر. هنايا هذا المنظر هذا تتشوف يعني الكثير من التحت، يعني واحد المنظر رائع جدا، يعني بثمن ديال 5 دراهم، يعني ثمن مناسب. هنا الدخله ديال التليفيريك، يعني من التحت الى غتمشي الكادير الفوق فين كنا كبيلات، يعني هذه تدخل هنا، يعني هنا لاكيس الثمن 50 درهم عالي بالنسبه للكبار، و 40 درهم بالنسبه للاطفال اللي قل من مترو و 40، وبالنسبه للكبار الي روتور ب 80 درهم، وبالنسبه اللي قل من مترو و 40 ب 50 درهم، يعني كاين اللي تمشي غير الالي من بعد ترجع في الطاكسي ولا في الطوبيس. صراحه كاين واحد المنظر رائع جدا، يعني ملي تكون في التليفيريك، يعني واحد المنظر رائع جدا، يعني صراحه شي حاجه مزيانه. اذا نخليكم مع هاد المناظر هادي ونرجعوا من بعد. إذن هنا هو التليفيريك تيبان ليكم من الفوق، يعني من قصبة أكادير نوفلا. وهنايا راه غيكون الشجر والربيع، يعني غتكون واحد الغابة هنايا، يعني راه باقي فيها الأشغال شوية. هانتوما تتشوفو، يعني راه تتكون الضبابة مرة، وكاين واحد المنظر صراحة اللي رائع بزاف. كما انتم تشوفوا بعض الاشغال، يعني غيكون هنا الشجار وغيكون صراحه يولي خضر هنا مزيان بزاف. وهنا تتبان لك كادير من التحت، وهنا جهه المرسى ومارينا، ها مارينا كما تشوفوا، ها المرسى هنايا، يعني واحد المنظر صراحه اللي زوين بزاف، يعني صراحه يا سلام.
اذا ها هو التليفيريك، يعني فين البلاصه ديال الديبار ديالو راه هي ليه، وهاد الفوق فين كنا كبيرات في القصبه ديال اكادير نوفلا، يعني مناظر رائعه جدا. إذن هنا هاد المناظر هما من الفوق، يعني كيبان هادشي زوين تبارك الله، صراحة كاين ما يتشاف. إذا شكرا على المشاهدة، وما تنساوش ديروا جيم وبارطاج وكومنتير، وتقولوا لنا كيف جاكم هاد الفيديو، كيف جاتكم أكادير نوفلا والتلفيري. شكرا على المشاهدة.